وهل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟ إن المسافرين إذا صلوا الظهر جماعة خلف إمام راتب مقيم في المسجد نالوا ثواب الجماعة، ولزمهم إتمام الظهر أربعا، وبعد انتهاء صلاة الظهر يجمعون معها العصر وحدهم ويصلونها مقصورة، ولو صلوها جماعة مع بعضهم كانت لهم ثواب الجماعة، ولو صلوها منفردين صح الجمع وضاع أجر الجماعة. ومعلوم أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، فالأفضل للمسافر أو المسافرين القلائل أن يدركوا الجماعة في الظهر مع الإتمام بدل أن ينتظروا انتهاء الإمام ليصلوا وحدهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن تعدد الجماعة في المسجد مكروه، والجماعة الأولى أفضل من الثانية، والله أعلم.